اليوم بشو صار رح نحكي عن المشكلات التي يعاني منها الطلاب السوريين في جامعات مصر. مشكلات الطلاب السوريين في مصر زادت، وخصوصا بعد فرض رسوم تسجيل مرتفعة عليهم. صحيح، ففي السنوات الماضية نزح عدد كبير من طلابنا السوريين بسبب الحرب إلى جامعات مصرية، وذلك لإكمال دراستهم بأمان قبل أن تبدأ المشكلات باعتراض مسيرتهم الدراسية. راح نشوف التقرير ونعود لنتابع حديثنا. كانت الجامعات المصرية من أوائل الجامعات العربية التي استقبلت الطلاب السوريين الذين هجرهم نظام الأسد، لكن مع تغير الظروف في القاهرة أخذت أحوال الطلاب السوريين في هذه الجامعات تتعسر شيئا فشيئا. مؤخرا فرضت جامعات مصر رسوما دراسية مرتفعة تتقاضاها بالجنيه الاسترليني وكذلك بالدولار عن الطالب السوري، بعد أن كانت تعامله بمساواة الطالب المصري، لكن هذا القرار أوقف بشكل رسمي في عام 2013، ليجد المئات من الطلاب السوريين أنفسهم أمام مشكلة عدم قدرتهم المادية على تسديد المبالغ المفروضة. هذه الشروط التعجيزية تضاف إلى أعباء الطالب اللاجئ في مصر الذي يتدبر أوضاعه المعيشية بشق الأنفس. مفوضية اللاجئين في مصر حاولت إيجاد حل لهذه المشكلة، لتعلن في وقت سابق عن منح دراسية خاصة بالطلاب السوريين، ولكن عدد المنح كان أقل من عدد الطلاب، لتبقى المشكلة قائمة دون إيجاد أي حلول. نداءات ومناشدات من الطلاب السوريين ارتفعت تطالب المسؤولين الجامعيين ووزارة التعليم في مصر بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة، لعل حلم طالبنا في التعليم لا يضيع كما ضاع في بلاده. للحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا بالاستديو الصحفي محمد عمر الشريف، وعلى عبر سكايب المحامي عصام حامد دكتوراه في القانون، وأيضا عبر سكايب فراس حاج يحيى محام وباحث قانوني. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم. بدي أذكر طبعا قبل ما نبدأ حديثنا بسؤال حلقتنا لليوم، بعد فرض الجامعات المصرية رسوما مرتفعة على طلاب السوريين، هل يتحمل الطالب هذه التكاليف الإضافية؟ أكيد بنتمنى مشاركتكم، وبتمنى أكيد إذا في طلاب طبعا بمصر يفيدونا بمعلومات معينة. صحيح. بداية أستاذ محمد، ما هو وضع الطلاب السوريين في الدراسات العليا في الجامعات المصرية؟ مساء الخير لكم جميعا ولمشاهدين تلفزيون سوريا الأعزاء. الحقيقة مثل ما شفنا بالريبورتاج الصغير اللي قدمته، بعد 2013 صار في رسوم جديدة. طلاب السوريين في الدراسات العليا كانوا بيتعاملوا معاملة الطالب المصري، وبالتالي ما بيدفعوا رسوم. تماما. هلا بعد 2013 تبع للتغيرات السياسيه والى اخره، لا صار الطالب السوري بيدفع. فالطالب هون دخل في عندك دراسات عليا اللي بتشمل الماجستير والدكتوراه، يعني اذا قلنا الماجستير سنتين والدكتوراه الحين بياخذ حسب اختصاص ثلاث سنين، ممكن ثلاث سنين اربعه تقريبا، نحن عم نحكي عن ست سنين او خمس سنين. هلا الطالب فجاه لقى حاله بعد ما دخل سنه اولى ماجستير مثلا او سنه ثانيه او الى اخره، صار عليه رسوم كثير كثير كبيره. تمام. هو في رقم معين لهذه الرسوم؟ والله هو بيختلف مثل ما قلت لك، حسب يعني اكيد الماجستير، حسب ما قرات انه بالجنيه الاسترليني، يعني ما فهمت. تمام. ليش؟ تمام. لانه بيتعامل معامل طالب الاجنبي لنقول، يعني يعني بيسموه بالقطع الاجنبي او بالعمله الصعبه مثل ما بنقول بسوريا. تمام. فهو بيعتبروا انه هلا هيك صار طالب اجنبي جاي من برا. تمام. بده يدرس ماجستير، فاوريدي هذا لازم يدفع مثله مثل اي طالب جاي من دول الخليج او من برا مصر. تمام. فهيك الطالب غير المعاناة اللجوء والأوضاع الإنسانية الصعبة اللي عم بيعيشها، وجد حاله أمام مبالغ طائلة. والمشكلة هو صار بنص الطريق، يعني لا بقى بيحسن يتراجع لورا ولا بقى بيحسن بيكمل، في ظل عجز شبه كامل عن دعم هدول الطلاب. إلا في بعض الحالات اللي هن تقدموا، أنا تواصلت مع أكثر من طالب اللي ما يأسوا تقدموا لمجلس شؤون الوافدين أو مجلس الطلبة في مصر، او حتى لجأوا للقضاء انه يا اخي نحن دخلنا على قانون بال2013
مفروض انه نحن نكمل عليه. رح نحكي باي التفاصيل ونشوف اساسا اذا اخذوا حقهم الطلاب اللي تقدموا بشكوى. بدي رحب فيك استاذ عصام، مساء الخير من جديد. قد ايه يمكن انفرض، اذا عندك اول شيء احصائيه لعدد الطلاب السوريين الموجودين في مصر اللي مقدمين على الدراسات العليا اذا كان موجود، وقد ايه القسط اللي بيدفعوا؟ أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. هو عدد الطلاب هو عدد غير محصى في الجامعات المصرية، لأنه في الجامعات المصرية أعداد، يعني الجامعات المصرية عددها كبير في مصر، لكن إحصاء ليهم ما فيش عدد تقريبي ممكن أقول لحضراتكم. وإنما ممكن تقريبا يعني يتقدم إلى الجامعات المصرية ممكن 50 أو 60 طالب سوري للدراسات العليا. ولا رسوم أستاذ قد ايه بيدفعوا تقريبا سنويا؟ الرسوم تختلف من جامعة لأخرى، يعني في جامعة القاهرة، في جامعة عين شمس، في جامعة المنصورة، في أكثر من جامعة، وكل جامعة لها رسومها الخاصة. الطلبة المتقدمين للدراسات العليا تقريبا تتراوح الرسوم ما بين 4000 إلى 6000 جنيه. نعم 6000 جنيه استرليني. اذا مبلغ كبير. سانتقل الى الاستاذ فراس، مساء الخير عن جديد استاذ. يسعد مساكم اهلا وسهلا. طبعا مثل ما شفنا مبالغ كبيره، والخطوه الاصعب من هيك انه هن الطلاب ما قادرين يسحبوا شهاداتهم، يعني ما دام دخلوا بالسنه الاولى فهن غير قادرين على سحب الشهاده، وهن مضطرين يكملوا لحتى يحصلوا على المصدق او الشهاده الجامعيه اللي حطوها لحتى يكملوا على اساسها الدكتوراه. برايك هل ممكن تتفاقم هذه المشكله، وهل يجب ان يتجهوا الى القانون لحل هذه المشكله؟ حقيقة بتشكركم أول شيء على إثارة هذا الموضوع الهام، اللي هو بالنسبة تقريبا عدد الطلاب المتضررين في السوريين تقريبا بين 200 و 300 طالب سوري. نعم. نحن نتكلم طبعا قطاع التعليم السوري، صار عدد الطلاب السوريين الموجودين بالمرحلة الابتدائية المرحلة يقارب 40,000. عدد طلاب جامعات السوريين حوالي 15,000 طالب جامعة بيدرسوا بمراحل الجامعات والبرو. المشكلة اللي عم تطبق فيها فعلا هي شخص عم يسجل او طالب يسجل دراسات عليا عم يودع كافة التراقب ما فيها او شهادة. استاذ فراس بدي اعتذر منك وبتمنى اكيد انه يعيدوا الاتصال، الكلام غير مفهوم. بدي ارجع لك استاذ فراس، يعني ممكن في طرق اخرى يلجأ لها الطالب في حال ما قدر انه يكمل دراسته؟ أستاذ عصام عم تسمعنا؟ أيوة سامع حضراتكم. هل في طرق أخرى ممكن أنه يقوم فيها الطالب في حال ما قدر أنه يدفع مثلاً الرسوم الجامعية؟ في طريقة اللي هو خاص اللي هو خاص بالجامعات المصرية، ممكن هو يحصل على منح عن طريق المفوضية السامية للأمم المتحدة، ومنح خاصة بالدول الأوروبية ممكن يحصل منها بطريق بديل على هذه المنح، بديل عن الجامعات المصرية. نعم. برأيك أستاذ محمد، هل ممكن أن تتفاقم هذه المشكلة؟ للأسف الطلاب السوريين في الخارج الدول اللي جوا صفوا هن، نحن بنقول هن أملنا بس هن الحلقة الأضعف. يعني ما عم يدعموا بشكل مناسب. نادينا كتير بأكثر مكان أنه بين مصر والأردن وتركيا يصير في مجلس أعلى لمتابعة أوضاع هدول الطلاب. يعني كلهم بيقول لك، وظروف الإنسانية كما بتفرض مثل ما شفنا في المخيمات، بيقول لك لا، الأولى أنه نساعد ناس بدها تأكل بدها تشرب وإلى آخره. المشكلة ممكن طبعا تتفاقم مثل ما حكى الأستاذ فراس، يعني في 200-300 طالب اللي هن الماجستير ودكتوراه، حتى المنح المقدمة من المفوضية العليا للاجئين أو من الاتحاد الأوروبي هي بتبقى يعني أقصى حد يعني 20-30 طالب. نعم. فالطلاب حقيقة هدول موضوع بده حل، وأنا بنصحهم دائما ما يطلعوا على التجارب الثانية، لا أنه أنت مشي بطريق القضاء، حاول قدر الإمكان، لأنه يعني خسارة سنة أو سنتين والشهادة تبقى في الجامعة أمر. وهناك طلاب سيء. أصروا على الموقف القانوني وحصلوا على حقوقهم. أكيد أكيد الطلاب اللي مشوا في القانون وأثبتوا أنه هنا 2013 دخلوا على القرار القديم، راجعوا حتى في منهم لجأوا للقضاء الإداري، يعني خارج الجامعة تماما، من خلال محامين مهتمين بالشأن السوري
أخذوا حقوقهم وكملوا جامعاتهم وعفوا دراستهم العليا. كثير حلو. من نفس النقطة بدي أرجع للأستاذ فراس، ما هي الخطوات القانونية التي يجب على الطالب السوري الموجود في مصر، طبعا طلاب الدراسات العليا، اتباعها؟ الحقيقة بدي يعني أبدأ من مكان ما انتهى الأستاذ محمد. تفضل. مهم جدا أنه الطالب السوري يعرف أنه قوي وعم يطالب بحقوق، هو لما بيلجأ للقضاء الإداري وما بيكون عم يخاصم نظام الحكم أو ما بيكون عم يشتغل مع الحكومة بشكل مباشر، هو عم يعترض على قرار إداري صدر بحقه قرار منه. نحن ما لنا حلين حتى يقدروا هن يكملوا دراستهم ويحصلوا على عمل معاملة الطالب. الطريقة الأولى هي تقديم استرحاء وتظلم لمجلس أعلى للجامعات يبدأ المؤلم. أستاذ فراس، نحن حابين نسمعك بشكل أوضح، رح نعاود الاتصال فيك عن طريق التليفون يفضل، ولكن هلا بدنا نروح نشوف انفوغراف حول الموضوع. أستاذ محمد، ممكن المنظمات يكون إلى دور أو تدخل بموضوع مثلا منح معينة في حال الطالب خلص فقد الأمل وتوقف عن تكمل دراسته؟ الحقيقة المنظمات الدولية والحقوقية وحتى المعنية بشؤون الطلاب مشاركاتها أصبحت خجولة جدا في الآونة الأخيرة بالنسبة للطلاب السوريين اللي بيتابع الأزمات قبل الأزمة السورية والمشاكل العالمية. معظم هاي المنظمات الأممية خلينا نقول بتدعم من 6 لـ7 سنين فقط، أكثر من هيك بتنتقل في كتير مصاهب بالدنيا فبتنتقل لمشكلة تانية. حقيقة فلاحظنا نحن بالآونة الأخيرة ضعف وشح المساعدات على الصعيد توقيف المنح المالية للطلبة، تمام، حتى من الاتحاد الأوروبي يعني تقريبا وقفت في منح، تمام. فمانا متفائلين كثير نحن لانه خلص يعني صرنا 7-8 سنين عم بيساعدوا وما بقى في يعني فكره لانه يساعدوا اكثر، بيقول لك خلص نحن في عنا اشياء ثانيه بدنا نساويها. لذلك برجع بقول الحل الامثل هو انه الطالب يامن عمل من البدايه، اذا صار ما صار وقفت المنحه او تغير قانون انه هو اوريدي عنده عمل اساسي بيحسن يغطي منه هاي المنحة. حتى في طلاب دخلوا بحسم 75%، صار سنة ثالثة قالوا له لا الحسم صفى يعني اختلف، يعني بدل 75% صار 25%، فصار 3 تبال عليه بده يدفع. فبنرجع حسم على أي أساس؟ الحسومات 75 و25% على أي أساس؟ لتشجيع الطلاب السوري، مثلا هو لازم يدفع $1000، تمام، هن دفعوا بس 225 $250. وين؟ بمصر؟ بمصر وبالأردن وبكثير دول، تمام؟ فهو وصل للسنة الثانية وقفت المنحة، وقت وقفت المنحة كمان لجأ هو للقضاء ليقول إنه أنا أوريدي دخلت على هذا القانون فلازم كمل، في ناس تركت، في ناس يأست للأسف. رجع معنا الأستاذ فراس، حابين نسمع الفكرة اللي كان عم يحكي فيها، تفضل أستاذ فراس. مساكم بأجزر منكم. النقطة اللي حابب أنا أحكيها يعني شو بيقدر اليوم خطنا الطلبة الموجودين بمصر يعني؟ رقم واحد فيهم يخرجوا بشكل مباشر للجامعة اللي هم متزوجين فيها ويقدموا طلب لرئيس الجامعة أو للمجلس الأعلى للجامعة بأنهم هم الطلاب دخلوا ضمن القانون 2012-2013 اللي تضمن توسم بالطالب المصري. طبعا فيهم ياخذوا معهم صورة القرارات نحن أخذناها والصورة الموجودة بنقدر نلتقي لهم فيها لهي القرارات اللي هي في يسدوا عليها كتعتبر كسابقة
جبنا عليها بانه في عندهم طلبه من اصدقائهم من رفقاتهم دخلوا بنفس العام وحصلوا على الاعفاء عن طريق المجلس الاعلى للجامعه. الطريق الثاني بالنسبه للطلبه اللي في حال ما تم التجاوب معهم ما تم قبول طلباتهم يقدروا يلجؤون عن طريق القضاء الاداري، وانا برجع باكد انه ما في اي خوف ولا في اي قلق، انت هون عم تعترض على قرار اداري صادر على الجهه الاداريه، بالتالي انت جهه خصومه عندك ما لها جهه حكوميه، ما لها جهه حكوميه، انت ما عم ترفع دعوه ضد الحكومه بشكل مباشر. للاسف عندنا طلب كثير انا بعرفهم كان يخاف انه يعني يرفع دعوه او قضيه امام القضاء الاداري، يخاف ولا ما بيعرف وقت الدوله، ولكن هذا من حقهم. طب بس استفسار استاذ فراس، يعني لازم كل طالب مثلا مسجل قبل ما ينفرض القانون يراجع هذا الموضوع ويشتغل على اوراقه، او ممكن يصير تعميم على كل الطلاب السوريين المسجلين مثلا بالسنوات السابقه؟ تماما، هو هي الفكره الرحيم بيقدر يعملها، حتى الطلب اللي سجل ودفعوا يعني عم نحكي اقل فرع دفع كل سنه 5000 دولار، يعني 5000 او 6000 دولار، هذا المبلغ يعني هو دفع بسنتين او بثلاثه ما يقارب ال 18000 دولار، مبالغ كثيره. نعم. مبالغ ضخمه، يعني من حقه انه يسترجعها، وان دفع من حقه يسترجع، ما رجع فيها الجامعة بيقدر عن طريق القضاء الإداري. بدي أشير لنقطة كثير مهمة، في مصر السنة هيئة التبادل الألماني العلمي مداد للأسف أوقفت كافة المنح الجامعية لطلبة الدراسات العليا، الأمم المتحدة أو الجهات المانحة عم تعتبر إنه دراسة الماجستير الماستر ودراسة الدكتوراه هي نوع من أنواع الرفاهية. هذا كلام يعني مؤلم للغاية، نحن تقريبا السنة الماضية قدموا حوالي 30 السنة هي ما عندنا ولا منحة لطلاب الدراسات العليا بمصر، لا بالماجستير ولا بالدكتوراه، فقط طلب انتخابون أدف أن يكملوا معه للسنوات السابقة عفوا اللاحقة، بالإضافة لتمييز تعرض له أحد الطلبة السوريين مسجل مقطع بمجال الهندسة بجامعة الألمانية في العلقون، اللي هو حاصل على منحة من طريق مفوضية اللاجئين اسمه يعني المهندس عمر مسامة، للأسف يعني الأستاذ المشرف فصله من الجامعة وحرمه من المنحة، وبالنهاية خسر هو المنحة اللي كان حاصل عليها مفوضية اللاجئين، ولم تقدم له مفوضية اللاجئين أي دعم بهذا المجال. نعم، بدي رجعنا للأستاذ عصام، وحابب أسأله سؤال فيما يخص سوق العمل المصرية، يعني الطالب السوري بعد حصوله على شهادة عليا من إحدى الجامعات المصرية، هل برأيك يشكل خطر على سوق العمل في مصر؟ الطالب السوري في مصر لا يشكل اي خطر على الطالب المصري او الذي يعمل في عمل في دولة مصر وهو مصري، لا يشكل اي شكل من الاخطار، لانه هو في الاول بيحصل على شهادة عليا او شهادة جامعية، وبالتالي اللي بيجي بعد كده انه هو ما بيكملش او ما بينتسبش الى نقابة من النقاب أو مهنة من المهن بشكل مرخص فيه، وإنما اللي بيحصل إنه هو ممكن يعمل عن طريق أحد المصريين في هذه المهنة التي يمتهنها، وبالتالي لا يشكل أي شكل من طيب برأيك أستاذ عصام، يعني أنت مع أنه الطالب السوري طالب بحقه ويقوم بتقديم دعوة لاستحصال حقوقه؟ طبعا انا معاه، لانه هو بيطالب بحق من حقوقه، وكما تفضل الاستاذ المحترم فراس حاج وذكر التفاصيل اللي ممكن يلجأ ليها امام المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الدولة القضاء الإداري، فهو له حق التقاضي امام القضاء المصري ومن ثم الحصول على الحكم الذي يرضيه. تماما، بس السؤال هون ليش الجامعات مصر اساسا انه فرضت هاي الرسوم او اعادت نظره بالوضع الطالب السوري وتعاملها معه؟ لا، هو ما فرضتش، هي كانت مفروضه من زمان، هي ما شيء لم يستحدث، وإنما جاء استثناء في فترة من الفترات، هي ده الاستثناء اللي بنحاول نرجعه تاني، لكن هو ما فيش رسوم فرضت زيادة، ده كان موجود من زمان كمان، انه الشخص لازم ان عند تقديم مش زيادة، كان يعامل الطالب السوري معاملة الطالب المصري، والان صار في عليه الرسوم مثله مثل اي طالب عربي اخر او اجنبي.
بس انا عايز انوه عن حته مهمه جدا، تفضل. انه لحد الدراسه الجامعيه ينقسم الطالب السوري الى 3 اقسام في الدراسه الجامعيه، لو حضراتكم تحبوا اوضحها في الشق ده، اتفضل. أوضحها طبعا لحضراتكم. بالنسبه للطالب السوري في مرحله الجامعه، لو هو حاصل على الثانويه العامه من مصر هنا يعامل معامله المصري في الجامعه، صحيح. أما لو هو حاصل على ثانوية عامة من سوريا يدفع نصف المبلغ المستحق، وفي لو هو حاصل من بلد أخرى غير سوريا أو مصر هنا يدفع المصاريف والرسوم المستحقة عليه كأي وافد خارج سوريا أو مصر، فهنا الرسوم بتكون مرتفعة شوية، فيجب التفرقة بين 3 أقسام في هذا الشق. تمام. تمام. نعم، سنعود لك أستاذ عصام. أستاذ محمد، كان عندك إضافة حول هذا الموضوع، في حال الطالب السوري في مصر سدت كل الطرق في وجهه، ماذا يجب أن يفعل؟ يجب أنه يعني يطرق باب القضاء. في نقطة كتير مهمة هي حصلت أنه أكثر من طالب يقدموا قضية واحدة. نعم. هذا بيخفف تكاليف الدعوة، تمام، وبيعمل شبه رأي عام. يعني مثل ما تفضل الاستاذ فراس حاج يحيى انه بالنتيجه قرار اداري، انت ما عم تعارض حكومه او قرار دولي. نعم. لنقول فوقت مثلا 20 30 100 طالب بيقدموا مع بعض، ممكن يعني مثل ما حكى كمان الاستاذ عصام انه يرجع يعاد النظر في القرار بشكل كامل. يعني نحن طلعنا مشان طالب بالحريه، مشان طالب يعني بحقوقنا، لازم هذا الحكي كمان، مع انه السوري عنده خوف في كثير من البلدان بخاف انه يرفع دعوه او الى اخره، ولكن وقت الطلاب يجمعوا بعضهم بيقدموا قضية واحدة بيوكلوا محامي واحد عنهم، تمام، أكيد رح يكون في نتيجة، وممكن كتير يتم تعديل هذا قرار، لأنه المبالغ نحكي عن 5-6 آلاف جنيه استرليني أو 4-5 آلاف دولار، مبالغ خيالية. ونحن إذا بنحكي في مرحلة إعادة بناء سوريا، نحن بحاجة لكل إنسان، صحيح، مجال دراسات، صحيح، العليا في أي مجال. فبقول طالب، نصيحة لأي طالب سوري في كل مكان، أولاً يعتمد على نفسه، يأمن دخل تاني عمل، ما يعتمد على المنحة. المرحلة القادمة إذا ما اعتمدنا على أنفسنا رح يكون الوضع صعب، زائد أنه يلجأ للقضاء ويكونوا مجموعة. طب أنت حكيت نقطة كثير مهمة، أنه طلاب يجمعوا نفسهم. نعم. ويقوموا يتجهوا للقضاء. بدي اتجه للأستاذ فراس، هل هناك اتحاد طلبة للسوريين في مصر أو ما إلى ذلك، يعني عشان يقدروا يجمعوا بعضهم ويقوموا بقضية واحدة للقضاء؟ هي كانت محاولات طلب المتضررين بأكثر محاولة حاولوا أن يجمعوا أنفسهم، لكن بعض المحامين طلبوا منه مبالغ كثيرة. حاليا برجع بنصحهم أن نسمع طلب اتحاد مشكلة متابعين معنا، سواء لما نشتم نشر المقالة موقع التلفزيون السوري أو بالتوقع حاليا، أكيد إن شاء الله رح تتابعوا هاي الحلقة. بجهزوا رسالة من أي عمركم أنه يجمعوا أنفسهم مرة أخرى، وأمام طريقين، الطريق الأول يتوجهوا بشكل مباشر لجامعتهم للمجلس الأعلى للجامعات، حال ما قدروا يحصلوا حقهم يتوجهوا للقضاء الإداري. ما طريق مثل ما تفضل الأستاذ محمد، توكيل محامي واحد لتخفيف التكاليف عنهم. بمصر في اتحاد طلبة تابع للنظام السوري، تابع للسفارة السورية، لا يتم التعامل معهم. في عدة روابط تابعة مع عميد طلبة سوريين، عدة روابط، لكن ما في عنوان في اتحاد طلبة حاليا مثل السوريين أو رابطة واحدة. للأسف يعني للآن ما تم تشكيل هذا الشيء بمصر. من خلالكم حابب وجه رسالة كمان لصفات الأخوة المصريين، بأنه أعفاء طلبة السوريين بمرحلة الدراسات العليا من الرسوم الجامعية والعودة عن القرار اللي ألغى معاملتهم مع طالب مثل هذه المرحلة. مثل ما تفضل الأستاذ، ما تفضلتوا، سوريا بالمستقبل بحاجة لكفاءات، بحاجة لخبرات كبيرة، من ضمنها طلبة الدراسات العليا وحملة الشهادات العليا، هدول معول عليهم لبناء سوريا. اللي حاب يوقف على سوريا بالقطاع بأي دولة سواء مصر أو غيرها، يدعم لنا يعني أخوتنا وأبنائنا حتى اللي عم يدرسوا بالمدارس والجامعات وبالدراسات العليا. مصر أو السلطات المصرية تعامل الطالب السوري بمرحلة المراحل المختلفة معاملة الطالب حد المرحلة الجامعية الأولى. نحن نطلب أنهم يكملوا هذا العمل الجيد اللي عم يقدموه للسوريين، اللي أكيد السوريين ما رح ينسوا من خلال السماح لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه بإكمال دراستهم الجامعية ومعاملتهم ومعاملة الطالب المصري من حيث المصاري.
وشكرا كثير لكم على هذا. شكرا لك اكيد، وبنتمنى انه يكونوا الطلاب سمعوا رسالتك، وبما انه اساسا انه القانون معاهم وقدر يحل جزء من المشكله انه اكيد يتجمعوا مع بعض ويكون لهم صوت واحد، وعلى امل انه يكون في قرار باسمهم كلهم مو بس يمكن اللي بيراجعهم. صحيح. فيما يخص سؤال حلقه اليوم، بعد فرض الجامعات المصريه رسوم مرتفعه على الطلاب السوريين، هل يتحمل الطالب هذه التكاليف الاضافيه؟ النسبه كانت نعم 16% فقط ولا 84%، شو تعليقك استاذ محمد؟ والله يعني بالتعليق الفكره انه الواقع فعلا صار صعب، ومن خلال التصويت اللي عملته حضرتكم على القناه انا فعلا بوجه لاي حكومه فيها لاجئين سوريين، السوري اللي عم يدرس لازم تدعموه لانه قيمه مضافه لكم قبل ما يكون لسوريا، بجوز هذا ما يرجع او بعد 10 سنين او 5 سنين، فبالنتيجه تعاملكم مع انسان مثقف عنده درجه ماجستير او دكتوراه وليست رفاهيه مثل ما ذكرت. اكيد هي ما هي رفاهيه، هي ضروره وقيمه مضافه للمجتمع اللي هو فيه تماما قبل ما يكون لبلده. يعني صحيح. في ناس هاجرت ضلت 20 30 سنه بامريكا وبفرنسا وباوروبا، وهدول ناس كثير كفاءات سوريه تم الاستفاده منها، فانا بوجه انه الطلاب يساووا قضية رأي عام، يتجهوا أيضا للإعلام المصري من خلال معارفهم، كمان هاي نقطة مهمة، إن شاء الله بيتم التراجع عن هذا القرار ونشوف طلابنا كلهم تخرجوا. أستاذ عصام، تعليق ب 30 ثانية أو دقيقة. طيب أنا أولا بشكر الأستاذ محمد محترم في انه هو ابدى رايه في انه هو تجميع للطلبه في انهم يجمعوا بعض بالنسبه للدراسات العليا، وده في طور التنفيذ بالفعل، عاملين اكثر من جروب وبنحاول نعمل الموضوع ده. وبضم صوتي للاستاذ الكبير فراس الحاج بخصوص انه هو نناشد المجلس الاعلى للجامعات في انه هو يعامل دارس الدراسات العليا في مصر معامله المصري، وخصوصا وعلى الاقل مبدئيا الذي حصل على الثانوية العامة من مصر والجامعة المصرية مبدئيا، يعني بضم صوتي للأستاذ فراس في هذا الشق. بدنا نشكركم. شكرا لكم. كان معنا بالاستديو محمد عمر الشريف الصحفي وزميل، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة، وأيضا محامي عصام حامد دكتوراه في القانون، شكرا لك. وأيضا عبر السكايب الأستاذ فراس حاج يحيى محامي وباحث قانوني، شكرا لوجودكم معنا جميعا. كملي معكم مشاهدينا، فاصل ورجعين.